الأقزام في مصر بيعانوا من التهميش والإهمال. خيط حرير يخترق عالم الأقزام في مصر. كيف يعيشون وكيف يتكيفون مع نظرة المجتمع الجارحة لهم، وعلى من تقع مسؤولية تجاهلهم وإهدار حقوقهم. أول حاجة إن مفيش شغل لمعظم الأقزام، الناس بيرفضون، بيقولوا هتعملوا إيه؟ هتشتغلوا إيه؟ نظرة المجتمع للقزم نظرة مش كويسة. اللي هي بتضحك عليا أو اللي هي بتبص لي بصة كده، أنا بطل الجمهورية، هي عملت إيه؟ لما نروح مثلا نقدم على وظيفة يبصوا لنا كده ويضحكوا. نرفع الأقنعة لنصطدم بالواقع في المجتمع المصري. العيب مش الطول، لكن العيب في العقول. خيط حرير، الأحد والاثنين من كل أسبوع في الساعة 8 مساء، حصريا على القاهرة والناس.